مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بمناسبة هذه الأيام، أيام ولادة الإمام الرضا عليه السلام. ليالي كلها كرامة، لأيام كلها فخر، وتستمر الأمجاد. نحن معكم من حرم الإمام الرضا عليه السلام، فكونوا معنا مشاهدينا الكرام واللقاءات القادمة. في كل ليلة نكون في هذا الصحن المبارك، صحن الغدير، لاكتساب الأجر والثواب ولحضور هذه الاحتفالات، احتفال ولادة أنيس النفوس سلام الله عليها. نأمل من الله سبحانه وتعالى، وهذا شرف جدا عظيم لا يمكن وصف هذا الشعور، وهو الوجود والحضور في جنة الله في أرضه، خصوصا مع هذا الوضع والجانحة العالمية لوباء كورونا. ونحن في صحن الغدير لنا برامج كثيرة الحمد لله بعد صلاة المغرب والعشاء. أما الأجواء في صحن الغدير وفي روضة الإمام الرضا فضلا عن الساحة الإسلامية جميعا يختلف، لأننا بجواره. أدعو للمؤمنين والمؤمنات، أزور بالنيابة عنهم الناس اللي فقدت الزيارة، الزائرين والزائرات اللي ما قدروا يوصلون لأنه على موت كورونا، فإن شاء الله إحنا ما ناسين هذا الزيارة. ونحضر في هذه المناسبة العطرة مولد الإمام علي بن موسى الرضا وفي هذا المكان المقدس، وندعو إلى جميع المؤمنين والمؤمنات الذي لم يحالفهم الحظ أن يكونوا في هذا المكان الشريف، ونطلب منا الحوائج بحق هذا اليوم المرتضى اللي يقضي حوائجنا وحوائج كل الموجودين في مولدنا، ويقضي عنا البلاء والبواء. يا الله يا الله يا كريم.